هذا البرنامج برعاية. السلام عليكم، مرحبا بكم في الميكرو، البرنامج اللي كيستضيف الاعلاميين المغاربه. اليوم فرحانين بزاف حيت معنا واحد السيد واعر بزاف، ظريف بزاف، جانا من هو مغربي بلجيكي او بلجيكي مغربي، اللي ولد بركان بالضبط من قبيله ديال بنيز ناسن، قرا في بركان وكمل في وجده. هادشي علاش كيشجع على هضره بركان، ومن غير فاش كتكون لعبه مع مولوديه وجده، حيت ما كينساش الخير كيقول. قرا في المغرب وكمل قرايته في الجامعه الحره ديال بروكسل، تخصص القانون العام والاداري، من بعد هضر على القضيه ديال تخصص القانون العام الاداري والاعلام، وعنده سي في عامر، تيقولوا سي في ديال وزير. الاعلامي اللي معنا اليوم بدينا كنسمعوا عليه في نهايه 2010 بدايه 2011، منين انطلق واحد القناه سميتها ماغريب تي في. هذه القناه اللي اكثر جمله كدوز فيها هي انا محمد تيجيني وكنقدم لكم هذا البرنامج من ماغريب تي في. تقدر تدخلوا كاع لي فيديو وتلقاو هذه الجمله. من بعد عرفناه في الاولى من خلال ضيف الاحد، البرنامج اللي حقق ارقام مزيانه ولكن ما كملش، ولكن شويه عاوتاني رجع ضيف. هو ديما كيجي ضيف، رجع عاوتاني ضيف الاولى كل ثلاث البرنامج اللي خلق نقاش وبزاف الناس كيهضروا عليه. بزاف الناس شبهوه بمصطفى العلوي ما عجبتوش، عاوتاني شبهوه بباسم يوسف قالوا انا قبال منه، شبهوه بالدوزي ما يقدرش يقول لنا لا حيت كاين بزاف الحوايج مشتركين انت والدوزي. الفنان ولا مش فنان باسكو اعلامي فنان اللي معنا اليوم هو تيجيني. تيجيني مرحبا بك. مرحبا بك عبدو والناس اللي كيتبعوا زمسات بطبيعه الحال. تيجيني نقول للناس ظريف بزاف، زعما كنعيط له كتصيفط له في واتساب كيجاوبك ما كاينش مشكل. اش كتخلع الناس؟ كتخلع السياسيين. انا كنخلع اللي كتسول عجينه، هما الانسان اللي عنده مواقف وعنده مبادئ وعنده افكار وكذا، ما كنخلعوش بالعكس. انا يا اخ عبدو انا ابن الشعب، انا كما قلت انا قريت بركان وكملت في وجده وكملت في الخارج الى اخره، ومغربي بصفه عامه، دونك انا بحالي بحال المغاربه ومتبع بالتقاليد والثقافه المغربيه. كنرجعوا للقضيه حيت السياسيين كيفكروا جوج مرات عاد يدوزوا مع تيجيني. كيف بزاف البرامج كتعيط لهم الو دوز معنا مرحبا تيجيني قاف خصنا نرجع للمكتب السياسي الامانه العامه نتشاور مع مولات الدار. فعلا انا ضيف الاولى بكل يعني بكل صراحه، ضيف الاولى يعني كانت قفزه نوعيه في البرامج الحواريه السياسيه في المغرب. وبهذه المناسبه باغي نشكر، وخصنا لان دائما كننزلوا على القناه الاولى. ما كاين والو، الاعلام العمومي مخزاني ما نعرفش شنو، فالاعلام ديال الدوله ما فيه والو، قولوا العام زين. كناكد لك في برنامج ضيف الاولى اللي كيستافد او اللي كيتميز بواحد الهامش ديال الحريه كبير بزاف مقارنه بجميع البرامج الحواريه السياسيه في جميع القنوات التلفزيونيه المغربيه. هو عاوتاني اغلب برنامج سياسي كيطيح على القناه الاولى، ضروري خص يكون هذا الديكور ديال ضيف الاولى، يعني اغلى ديكور في تاريخ التلفزه المغربيه. اذا التلفزه المغربيه بغات يمكن بهذا الضيف الاولى تخدم واحد، تكون واحد النافذه او لواحد الماده متميزه، ونشكرهم على هذه. حوايج اخرين نعاود نشجعهم يستمروا، نشجعهم واش مزيان يكون عندنا برامج ونتقدوهم ماشي مشكل. تيجيني خلقتي نقاش من جهه القناه الاولى، مش ضيف الاولى، علاش هو جا من بلجيكا، علاش ما احترمش يمكن طلبات العروض، بصح حنا القضيه كيفاش خدام. لا هو اصلا بعد اللي خطير، هو كما كنمشيو بلجيكا حنايا مثلا اصل المغربي كنخدم، كيقولوا هذا الجو بالمغرب كيخدموا بلجيكا، العنصريين اللي في اوروبا كيديونا الخدمه ديالنا. دابا انا مغربي كنخدم في التلفزه المغربيه كيقول لك جاي من بلجيكا، بحال اللي زعما التلفزه ديال با. حتى انا راه مغربي وكنسير في هذه التلفزه وكنسير في المغرب. ما حنا كنسير في العلاقه اللي كتربطك بالقناه الاولى، واش انت موظف؟ لا الناس عقيد، كاين الناس اللي ما فهموش هذو معذورين، وكاين الناس اللي سوء النيه، وكاين المحسده، هادشي كاين بزاف كله. ولكن هو هذا برنامج خاص برامج سياسيه، ماشي برامج ديال تنفيذ الانتاج او لا تجي شركه ديرها من برا. برامج سياسيه في ضفاف التحملات كديهم التلفزه، لان هذه مواد حساسه ما يمكنش تعطيها لاي واحد. فهو برنامج ديال القناه التلفزيه، وشنو كاين غير هي المعد ديال البرنامج، المقدم ديال البرنامج كتعاقد مع التلفزه. وانا ماشي الاول، حيت لا قضايا واراء ولا حوار ولا كاع البرامج السياسيه، التلفزه من بكري وهي كتعاقد مع معدين ومقدمين. يمكن تجي من بركان خلقتي هذا. ديجا انا جاي من بركان، ديجا ما عنديش الشعر، وديجا ما عندي بزاف ديال المميزات من بلجيكا، دوك حاطين عليا خي ما عرفتش. ولكن مشينا للمضمون ديال البرنامج، البرنامج ديال الضيف الاولى بدا مزيان، بزاف ديال الصحفيين انتقدوا واحد المساله في الاول، الحلقه الاولى الحلقه الثانيه كنظن كانوا معك صحفيين كيواكبوك كيرافقوك، كان البرنامج يمكن تيقولوا الحلقات الاولى كانوا مزيانين، من بعد فجأة ما لقيتش الصحفيين. علاش؟ الاول من درنا هذوك ثلاث ديال الصحفيين الناس بقى يقول لك بحال وبحال الحوار ما كانش قيمه مضافه. ثانيا الضيف كيقول لك وانا كتجيبني هنايا باش هذه فرصه ديالي باش نعبر على الافكار ديالي ونقدم البيلون ديالي والبرنامج ديالي، وما عنديش الوقت، انتم ثلاثه ديال الصحفيين وانت الرابع وانا الخامس، هذا الشيء بزاف. ايمن التجربه كاينه في فرنسا كاينه في بلجيكا، ولكن حنايا هذوك كاينين، لان كاين 700,000 برنامج سياسي، حنا عندنا واحد ولا جوج. بيان سور. دونك وهذاك الضيف كيجي مره في ست شهور ولا في عام.
دونك نجيو ما عندش الوقت نعبر، يقول لك الله يخليك. دونك التلفازه دار التقييم، لان انا ماشي بوحدي، هذه التلفازه عموميه وعندها مسؤولين وعندها اداره، دونك داروا التقييم مع ما كيشوفوا ارقام المشاهده واستشروا، قالوا بان ما يمكن نخلو فرصه انه الضيف انه يعبر على الافكار. وراك تشوف دابا انا وياه ساعه ونص من بعد قلت مازال ما كملت، ما قلت والو، ما خليتنيش نهضر، هذه كنسمعها في كاع البرامج. مصيبه هذه. السؤال بغيت نسولك بسرعه، كل مره جاي نخليه بوحده وصافي. يبقى يعطي تسالي. كتجيب يعني كتجيب سياسيين، واش كاين سياسيين اللي متجيبهم كتحس راسك كتعذب؟ كاين سياسيين اللي كتجيبهم انت مرتاح، والسياسيين كيختلفوا ولا بالنسبه لك بحال 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 سياسي؟ لا من لا لا لا، شوف كاين يعني بكل احترام، كاين السياسي المتمكن المتمرس اللي عنده باع طويل في ميدان السياسه، كيطلع لك الايقاع، لان بحكم يعني القيمه ديالو والوزن ديالو السياسي، البرنامج الايقاع ديال البرنامج يكون عالي. كاين السياسي العادي او اللي خايف شويه، ما راسي على البرامج الزايقه، الوغ هذا كل واحد له ليميت ديالو، ما يمكنش التعامل مع نفس بنفس الطريقه مع جميع السياسيين. ويعني كاين واحد نقول لك حتى في هذا الدومين، قبيله قلت الناس كيتخوفوا حتى في الضيف الاولى، هي اصلا نسيت باش يجي يحاور ساعة ونص مباشر، ماشي سهلة. ولكن انا وقعت لي طفرة، كان نقدر نقول لك يعني كان ما قبل الوزيرة ديال شرفة فيلال وما بعد شرفة فيلال. هاي إذا غادي نوقف معاك وغادي نقول لك بعض السياسيين كيقولوا ربما انك كنت اكسبري كتقلب على هذيك النقطة اللي غادير البوز ونجحتي فيها. لا ابدا، هذه يمكن أول مرة غادي نتحدث بطريقة مباشرة على ما وقع مع السيدة شرفة فيلال. شرفة فيلال يعني انا كنحترمها بزاف وكنت فرحان انني نجيبها، وخاصة دابا غتكون فرحان. النساء السياسيات ما كيجيوش بزاف، والأحزاب ما كينصيفطوهمش بزاف. ولكن لاحظت يمكن شرفة فيلال في الدخلة دخلت مساعده معايا، يلا نقول لها مرحبا بك، وهي قالت دارت فيا، قالت لي اول مره كتجيب مراه، يمكن هي جات واحد ديجا جات ان بو شارجي، ولا يمكن هذاك ما ساعدهاش. تما ديشارجات. علاش هو السياسيين، وهذه مازال ما عندناش، خصنا شويه ديال الكوتشينغ الاعلامي والكوتشينغ بوليتيك، ما يمكنش تمشي تواجه برنامج بهذا الحجم مباشر بدون ما تهيئ بواحد الطريقه. بلا ما يكون التواصل السياسي اللي كيواكبك معاك. هذا ما عندناش للاسف، كنشوف الاحزاب السياسيه والدواوين الوزاريه ما كاينش مسؤول اعلامي بمعنى الكلمه، اتاشي دو بريس ولا اتاشي دو كوميونيكاسيون. من بعد ما درتي ديك البوز، هي درت البوز، هي درت. انا والله ما راني شنو درت انايا. هضرتي معاها من بعد؟ لا ما تحتليش وقت، بغيت نهضر معها ولكن الفرصه مازال ما جاتش. شنو ما عندكش النمره ديالها؟ لا انا عندي النمره ديالها، ولكن يمكن هذيك الوقيته ما سمحتش. انا نتاسف ايضا. قول شي حاجه هي دابا. لا هي شرفة فيلال هي السيده متمكنه، وان شاء الله مازال المستقبل السياسي قدامها مازال طويل. مرت بهذه التجربه، ولكن للاسف يعني وشنو غادي نقول؟ بيناتنا لا حتى انا كاعلامي، واش كتعجبك هذا كتبغي يكون هذا البوز ولا ما يكونش؟ كاعلامي تبغيه كان ولا ما كانش؟ الاعلاميين كاملين، انا ماشي البوز اللي كيهمني، لان ماشي انا اللي كنخلق البوز، البوز كيتخلق بوحده، وكتجي الاعلام هو اللي غادي يغونفلي فيه والمتتبعين والمشاهدين. انا اللي كنبغي اللي كيهمني ان الناس تتكلم على الحلقه ايجابا ام سلبا. كاين شي ناس كي مثلا الى انتقدوا يقول لك راهم انتقدوا، انا بالعكس انا غير تكلم عليا انتقد ولا سبني ولا ماشي مشكل، المهم غير تكلم على البرنامج، صافي ديال البرنامج راه موجود وفارض راسو، لان خلاك انت تتكلم، تخلق نقاش، خلاك تتكلم. واخا بعض المرات كاين انتقادات مجانيه بعد التسجيل. بغيت نرجع للانتقادات، تيجيني وبي جي اش وقع؟ خليني نكمل لك بعدا مع شرفة فيلال. اللي وقع انه للاسف حتى انا اللي تاسفت، حتى التعامل ديال الحزب ديال التقدم والاشتراكيه معايا في هذيك الوقيته بالضبط، الان الامور شويه تصلحت، حتى هما يعني ما كانش التعامل موضوعي. انا في واحد الوقت قلت وي تتجيني كينشر على الصفحه ديالو فيسبوك اخبار هذيك ولا هذيك الكاريكاتورات ولا هذا الشيء، ماشي صحيح هذا الشيء، ماشي صحيح. حاولوا يحملوا لي المسؤوليه ديال المواقع، انا نظنكم تعاملوا بواحد الطريقه عاديه. يقول لك شرف يمكن هذيك زلات اللسان واعتذرت عليها، مش كنت بعيد كل بعد، يخلوني يعني انا بعيد، ولكن للاسف انتقدوني مجانا. انا فعلا تلاقيت واحد النهار السينابي بن عبد الله، كنت في لاباج ديال فيسبوك كاعلامي كنشر المقالات ديال الصحف الوطنيه اللي كتكلم على البرنامج. انا هذاك هو السي في ديالي كنشر، يعني وابدا وزعما ما عمرو نشرت شي كاريكاتور اللي كيسيء الى سمعه شرفة فيلال، وما نقدرش نديرها الا ماشي في التربيه ديالي. يمكن هما تقبلوها الان، نتمنى. مشيو بي جي دي والبي جي دي، الله يرحم الوالدين، ما صلحنا اش وقع. اينك يا بي جي دي؟ البي جي دي نظن والله اعلم بان ما كيديروا شويه المزايدات السياسيه، لان دابا حنايا مشرفين على كانتخابات مقبله، انتخابات تشريعيه مصيريه بالنسبه للحزب ديالهم.
انايا بعض المرات فعلا كنتكلم عليهم اكثر من الاحزاب الاخرى في جميع البرامج ديالي كنجبد العداله والتنميه. عرفت لقيت شي مسؤول ديال العداله والتنميه كيقول لك انت كتجبدنا دائما، علاش تجبدنا دائما، انت دائما ضدنا. يا ودي الله يهديك اصاحبي، راه بالعكس خصك تكون فرحان لان كنتكلم عليكم كل حلقه. علاش؟ لان انتم الحزب الاول في البرلمان، لان انتم كتسيروا الحكومه، لان انتم عندكم اكبر عدد ديال الوزراء، عندكم ميزانيات مهمه، راه ضروري نتكلم عليكم. واكثر من ذلك السي عبد الاله بن كيران كل نهار كيعطينا ولا كل اسبوع كيعطينا فرصه من هذيك الخارجات الاعلاميه اللي كيديرها، دونك كيعطينا باش نتكلموا عليه. كلش انا غنتكلم على حزب الحلزون اللي قطع الانتخابات وما كاينش، غنتكلم عليكم. الوغ ونزيدوا يمكن خايفين، يعني كما قلت لك ما بعد شرفه افلال خايفين انه يمكن الوزراء ديالهم يجي ولا انت ما خايفش هذه النقطه يمكن تاثر على برنامج نجاح غادي مزيان ارقام مزيانه يمكن الى البي جي دي يعني قلب كما كنقولوا على البرنامج يولي برنامج غير ديال المعارضه غير لا هما هذا الشيء اللي حاولوا في الاول يديروا هذا الشيء يعني بكل صراحه كمصلحه البرنامج حاولتيش تقرب منهم تشرح لهم وجهه نظرك؟ لا انا ما غاديش ما كنسعاش عندهم ما كنتسولش عندهم ويمكن هما هذا الشيء اللي منتظرين. اذا يمكن موالفين شي واحد من العداله والتنميه مع احترامي حزب العداله والتنميه وكنحترم القيادات، كاين قيادات زعما مسؤوله ذاك الحزب العداله والتنميه وكاين شي قيادات اللي كيديروا السياسه السياسويه في جميع الاحزاب هذو كاينين. دونك بعد شي وحدين يمكن والله اعلم يعني كناخذ يعني بالطاقه شويه ديال النسبيه يمكن شي وحدين كيقول لك غادي نضغطوا عليه لان حاولوا ضغطوا يمكن على شي منابر اعلاميه ومنابر اعلاميه جاو يمكن تنازلوا ولا تنازلوا قدموا تنازلات. انا ما غاديش نقدم تنازلات يمكن كيتسناوني مشي نقول لهم الله يخليكم غير اجيو ما يكون غير الخير واجيو للبرنامج وتداوى الاسئله البسيطه الى اخره. انا كنقول لهم بغيتوا تجيو مرحبا بكم، اللي خطير في الامر ماشي هما يقاطعوا ولا ما يقاطعوش، هذا يبقى برنامج واحد التلفزه عموميه بفلوس الشعب. الا فعلا هاد بعض المسؤولين في العداله والتنميه كيعتبروا بانه انا يمكن ماشي مهني او لا هذا البرنامج ماشي موضوعي او لا ما نعرفش شنو كيقولوا لك كتخاف على الضيوف الاخرين من غير عداله والتنميه كتعطيهم اسئله كتعطيهم دي بارتي. خليني نكمل لك الفكره وغادي نجاوبك. الا فعلا كيشوفوا بان ما خصهم يمشوا للهكا لان هادو فلوس الشعب، خصهم يمشوا للهكا ويشكيو ويقولوا بان لان هادو فلوس الشعب هادو التلفزه عموميه هذه هي المسؤوليه المحاسبه فهمتي. الا ما داروهاش عارف بان ما كاين والو غير مزايدات سياسيه تبقاو غير في الجرائد وهذه مساله غير مساله كيديروا مزايدات سياسيه. وانا انا شوف دزت مع داز معايا السير رامي داز معايا السير الباه داز معايا ماهد العيني الحلقه داز كلشي ممتاز سلام باقي نبقاو اللي داز معايا يمكن هادو هما اللي داودي جوج مرات دارت بك جوج مرات داودي انسان طيب وانسان مسؤول وشجاع وبغى يجي في كلتا الحالتين للاسف. شنو هضرتي معاه في التليفون؟ هضرت معاه في التليفون في اس ام اس ومسكين زعما قال لي انا نجي قال لي انا ما نخبوش ما نخبي انا مسؤول سياسي ولكن الحزب ديالو في اخر لحظه قال له لا ما تمشيش خايفين يمكن خايفين رجع. حنا كنقلبوا على التفاصيل في هذا البرنامج ملي كتعيط على وزير شنو كتصيفط له في واتساب ميساج ابيل صديق كتعيط له هو كتعيط لمرتو كتعيط بعض المرات كنعيط له مباشره بعض المرات كنصيفط له اس ام اس صديق على العلاقه اللي عندي معاه. شكون اصعب ضيف يمكن كان صعيب تجيبه؟ عذبك؟ لا اللي عد لا صراحة واحد ما صراحة بن كيران صعيب التواصل معه لان هو رئيس حكومة ما عندوش مسؤولية التواصل ما عندوش واتساب ما خلينا بواتساب انا واتساب هذا ماشي صاحبي صدق نورمالمون. وهذه النقطة نتكلموا على سبيل بن كيران وعلى جميع الوزراء راهم في جميع في نفس المكانة. رئيس حكومه كيفاش يتصور رئيس حكومه في القرن 21 قرن التواصل بامتياز والرقمي والتواصل الاجتماعي ما عندوش مسؤوليه التواصل نورمالمون. انا بن كيران مع كل احترامي معتصم رئيس الديوان مدير الديوان ديالو نورمالمون انا كصحفي ولكن ما كنت مخصي. دابا كيقول لك راه واحد الصحفي اتصل بسي بن كيران في التليفون ديالو جاوبه وقال له هذا ماشي معقول. هذا رئيس حكومه راه ما عندوش الوقت انه يجاوب اي واحد. انا خصني كاعلامي نتصل بمسؤول الاعلام هو اللي عنده الاجنده الاعلاميه ولا رونديفو ديال رئيس الحكومه هو اللي يشوف فوقاش يدوز مع من يدوز الى اخره. رئيس الحكومه خصو يبقى واحد المكانه كبيره وراه عنده مسؤوليات. دابا رئيس الحكومه كيجاوب واحد كيقول لك راه عيط له مسكين ما نعرف مريض مشي شاوا والاخر واحد صحفي هضر معاه واحد ما كاين صحفيين ما هضرش معاهم. وهو دابا انا شوف وهذه عاود نهضروا شويه على المسؤوليه السياسيه لا ماشي صحيه والشيء اللي دار العداله والتنميه حيت الاف ان كيختار ما يهضرش مثلا مع كمال بلوس ولا لا لا اف ان بوحده حتى انا مثلا حزب سياسي بوحده هذا رئيس حكومه ديال الدوله المغربيه واش فهمت؟ هذه مسؤوليه عموميه خصو يتحاور مع جميع الاعلام وخاصه الاعلام العمومي خاصه الاعلام العمومي باش يقول لي انا مقاطع هذا البرنامج لنا وبرنامج التلفزه العموميه ديال فلوس الشعب انت تقاطعوا ما يمكنش. الاحزاب السياسيه
والحكومه والناس اللي بالحكومه عندهم مسؤوليه انهم يتواصلوا مع الاعلام. هذه يعني حق دستوري. اكثر من ذلك ان هذه الاحزاب السياسيه راه كتمول بفلوس الشعب. انت سي عبدو انا وهذو الناس اللي كيتفرجوا فينا وكيسمعونا راه كنمولوا الاحزاب السياسيه. هذوك التمويلات ديال الاحزاب السياسيه ماشي كنمضوا لهم شيك على بياض، راه كاين مقابل انهم خصهم يعبؤوا الشعب، خصهم يقوموا بحملات تحسيسيه، خصهم يساهموا ببناء الديمقراطيه، وهذا الشيء كامل خصهم يساهموا ايضا في اعطاء المعلومه والتعاون والمساهمه في النقاش العمومي. ماشي بالسياسه حيت البرنامج ديالنا كتعرف ما عندكش علاقه بالسياسه. فلوس الشعب اسيدي وانا ما يمكنش هذا ياخذ فلوس الشعب وما يتكلمش مع الاعلام العمومي، يردوا الناس اللي فلوس الشعب وما يتكلمش مع المواطنين وما يتواصلش. واضح النقطه ديال سيتي جيني وعلاقته مع البي جي دي. صافي على اذا القناه؟ راه خدامه في بلجيكا الجاليه المغربيه. كاينه في نايسات؟ كاينه في الكابل. في الكابل. كتدخل بها فلوس القناه؟ عايشين بها الحمد لله، خا يجريو علينا راه الحمد لله. تيجيني صحفي واكيد عندك خبره في المجال الاعلامي، بغيناك تعطينا الراي ديالك فيما يقدم الان اعلاميا. القنوات بزاف، عندنا اكثر من 14 ولا 15 قناه الاذاعه، عندنا اكثر من 10 قنوات. كتشوف المضمون يوازي؟ لا انا غير راضي على المضمون ديال القنوات الاذاعيه والاعلام بصفه عامه، غير راضي. انا شوف الا كدير الاعلام سا ديبون شنو بغيت دير به. واش كاين الاعلام الترفيهي مثلا خاص تدخل للبيزنس حق مشروع، وكاين الاعلام اللي تساهم في بناء مثلا الديمقراطيه، مثلا في توعيه الناس، في خلق راي عام، في التاثير على مجريات الاحداث السياسيه في البلاد. انا شوف ان القنوات الاذاعيه الان كتكلم بزاف على الطب التداوي بالاعشاب. خصنا صحافه متخصصه، ماشي صحافه، خصنا صحفيين متخصصين. شنو النصيحه ديالك كاعلامي دوز سنوات في المجال، شنو خصنا باش انا مثلا متخصص في السياسه، ويعني انا متخصص في الشان السياسي، دونك انا كنشتغل في الشان السياسي. القنوات الاذاعيه خصهم انهم يوظفوا شباب متمكنين، متمكن ماشي وتفو يقول لك هذا صحفي، صحفي ما عندها حتى شي معنى. الصحفي الان خصو يكون صحفي متخصص في هذا، لان ملي كتمشي للقنوات الاعلاميه العالميه ما كاينش صحفي. صحفي وي مي صحفي شنو كتخدم؟ كيقول لك هذا صحفي الشق السياسي، هذا صحفي البيئي، هذا الصحافه الفنيه. ولكن ملي كتقول الفنيه راه فنيه الوطنيه والدوليه والعالميه. الا السياسي مثلا كتشوف غير حتى الاعلام الورقي ديالنا راه ماشي للاسف، كتلقى فيها ثلاثه ديال الصفحات ولا اربعه ويدير لك بحال الملخصات فيهم ترجمه اربعه ديال الجمل. ماشي الصحافه الدوليه، لازم مثلا مقال سياسي فيه صفحه، ومقال سياسي يعني كيحلل لك الوضع السياسي ولا الشان السياسي ولا الواقع السياسي، وكيكون راي عام. حنا غير صحافه اخباريه تخبر راه اجتمعت الحكومه، راه اجتمع الحزب الفلاني، ولكن مقال تحليلي وداك الشيء مازال صعيب. الصحافه التحليليه ما كايناش. السؤال اللي فكرت بزاف عاد بغيت نسولو لك، شخبال الوالده؟ الله عيانا شويه، الله يشافيها، نتمنى الناس يدعيو معها الشفاء. الله يشافيها، فخوره بك. الحاف بزاف. كنتي عاوتاني واحد القصه البوليس. عمرها ما كتشوف الضيف الاولى ولا شي حاجه كتعيط ليه، اه ولدي ديها في راسك، واش داك الهادشي؟ راه الناس صعاب راك. اكيد تكون فخوره بك، الله يشافيها، وكندعو مع كاع الناس اللي مرات. عندي بزاف ديال النقاط اللي يمكن دزنا لهم الوقت كيزير في هذا البرنامج مع الناس بالوقت. نعطيك جوج اسماء واختار لي واحد، شو بليطو هذا ولا هذا، بليطو القجع ولا القروج، جوجهم من البركان. القجع. القجع. القجع لان ابن توا ماشي ابن مدينه بركان وفرض راسو، انسان متمكن متكون، ونتمناو له التوفيق، نتمناو له التوفيق ان شاء الله. تشو بليطو جمال جمع قول حسن ولا العدوي؟ ايوا صح. واحد واحد ما تقوليش. دير لي المساكين. انا بليطو العدوي اللي معايا في القناه الاولى. واو. والتضامن. التضامن. تشو بليطو الغزيوي ولا رمضاني؟ بليطو ايوا دابا غادي تشوف. بحال اللي راه انا ما تقول لي. شوف شوف جوج بهم متمكنين. لا 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 جوج بهم متمكنين. تشو بليطو اقرب لي. يلا غادي اقرب لي ولا تفوغات رمضاني. رمضاني. تشو بليطو الاخرى. اسمع هادي. سعد المزرد. خلوا هذه الحلقه المقبله. هادي تشو بليطو سعد المزرد ولا حسن البركاني؟ انا بليطو حسن البركاني. انا بليطو حسن البركاني. واحد انا كيعجبني العلاوي ويعجبني الرقاده، سمعت سوقي بلاتي. لا لا بعض المرات كنشريت واحد السي دي في ديال الرقاده، وكنا انا كندير الطريق بعض المرات كناخذ لوطور كنكمل البرنامج كنمشي لبركان بعض المرات. كاين الطياره مرات. وكنسمع هذه الكلمه ديالك وكيجيني الضحك، شي كلمه زعما ما عرفت فين كيجبدوهم. المهم على اي انسان مجرد محترم حتى هو كفنان.
كتباع انه التوفيق بيان سور. انا ماشي ساهل التاليه لما تقول ماشي ساهل. انا ماشي ساهل كنقولها اللي بغى يضغط عليا واللي بغى يهرس البرنامج ديال الضيف الاولى كنقول له انا ماشي ساهل ومازال مستمرين بكم ولا بلا بكم وللحديث بقيه ان شاء الله بعد 7 اكتوبر. بغي غير في الاخر الحلقه نقول واحد الشهاده، تنشكر تيجيني انا ظريف ديما ديسپونيبل متواضع جدا. تحيه نضاليه غادي نقول كازوج فرنك. تحيه نضاليه هادشي اللي كاين. تحيه نضاليه الحلقه الجايه.